تعرف بيه؟ محمود رشيد. استاذ محمود، بعد الحادث الارهابي اللي حصل امبارح في الواد، هتحتفل بكريسماس ولا لا؟ ولا ده هيضايقك ويخليك، او هتبقى خايف انت تحتفل؟ والله هو اصلا الموضوع مش موضوع احتفال او لا، يعني هي فكره ان الاحساس اللي بتتكرر دي اصلا متعود عليها، فبالتالي الكمود بيحصل للانسان بشكل عام، فبالتالي الحياه بتمشي، يعني بنكمل حياتنا عادي، يعني مش مشكله خالص. يعني انت، لكن الاحتفال الاساسي هو الانجازات الشخصيه اللي الانسان يحققها لنفسه، وانه فعلا يبص لنفسه نظره مختلفه، انه فعلا يعمل انجاز شخصي لحياته اولا. لا احتفل عادي مش مشكله خالص، يعني حادث فردي بيأثر، يعني مش هيأثر عليا، يعني انا احتفل وانبسط ومحدش واخد منها حاجه. يعني مش هتبقى قلقان بقى، ولا هتبتدي بقى السنه الجديده بقى بحزن وزعل كده؟ اطلاق الاعمار بيد الله. يعني بالنسبه لي ما بحبش يعني احس باحساس الخوف، وان انا لا، يعني اكيد في اجراءات هتتخذ وفي حاجات الحكومه هتعملها علشان خاطر اللي حصل ده، ودايما ده بيحصل في مصر، ودايما احنا متعودين ان احنا نشوفه، يعني دي ما بقتش حاجه جديده، بقت حاجه احنا متعودين عليها، فاحنا هنعيش حياتنا عادي وهنحتفل وهنفرح. بعتبر دي حاله فرديه بس مش اكتر، الدنيا مش هتاثر عليا في شغل او في، حتى لو حبيت اخرج، بس في يوم معين انا كده كده ما بحتفلش بحاجات معينه. بس يعني مثلا لو حصل الحادث ده وانت معاك مثلا مناسبه او حاجه، يعني لا هيقلقك ويخليك ما تنزلش؟ لا، هو عاده ما فيش حاجه بتاثر في الشعب المصري، يعني سواء حلو او وحش ما فيش حاجه بتاثر في اي احتفال او في اي، يعني لو واحد مات حاجه او كده خلاص بيعملها مهما كان بيحصل. يعني احنا بلد مش بنخاف او مش بنقلق. لا لا ما فيش. بس خلاص يعني الجو بقى العام بقى فيه بقى حاجه، خلاص ما فيش، مش هخاف، مش اي حاجه، ممكن انزل عادي. يعني انت مش هتقلق او تخاف بقى من ممكن يحصل حاجه مثلا في اليوم ده ولا حاجه، ومش تبقى قلقان؟ مش هلاقي ان في اي مشكله ان انا انزل اروح في اي حته، خلاص يعني انزل اروح. الجامعات الارهابيه دي مش هتقلقك، مش هتخوفك ان انت تنزل من بيتك؟ لا لا بالعكس، عادي جدا، هم يعملوا اللي هم عايزينه واحنا هنحتفل ومش خايفين، عادي برضه الشعب ما بيخافش. مش قلقان في يحصل حاجه مثلا في اليوم ده ولا كده؟ فانت مش قلقان؟ بصي، هو انا ما ينفعش اقلق، لان انا لو قلقت يبقى مفيش جوايا حاجه ان انا اقدمها ليهم واقول لهم ان انا مش خايف. اقول لك مفاجاه، احنا كلنا شباب مصر طالعين من دوران شبرا باذن الله، وهنخش كل الكنائس وهنقدم لاخواتنا واصدقائنا المسيحيين ورد وبونبوني، ولازم نقول للارهاب انت بتقوينا مش بتضعفنا.